المتروبوليتان نهدي لحضرتك موسوعة تقدم للشخصيات الرائدة في عالم الفن. ده شرف بالنسبة لي وتكريم له قيمته بالنسبة لي. بعد 44 سنة من عرض مسرحية هاملت في مسرح الجلاء قدمت أعمال كتيرة تراجيدي زي هاملت وروميو جولييت وأوديب من الأدب اليوناني، وقدمت مارساد لبيتر فايس وميديا لجان نوي، أعمال كبيرة. والحقيقة ما تصورتش تلفزيون، يعني الوحيدة اللي تصورت تلفزيون هاملت. لو أنا طلب مني أن أنا أعمل هاملت النهاردة مش هقدر، لا هلاقي مستوى الفهم ولا مستوى العطاء. الولاد دول كانوا طلبة في المعهد، كانوا مجانين عطاء، كانوا ملتهبين بأنهم يقدموا عمل جيد. النهاردة أعتقد المادة بقت غلبة والسعي ورا الشهرة وكده، أعتقد النهاردة هتبقى صعب. إحنا كل ما بنخسر فنان بيرحل إحنا بنخسر كتير قوي من غير ما نحس. بعد كده عملت من مسرح العالمي، قدمت زيارة السيد العجوز لتورين مات على دار الأوبرا هنا، بطولة كان الراحلة سناء جميل والراحل جميل راتب، كان من الأعمال العظيمة اللي أنا قدمتها يعني حبيبها. بالنسبة للكوميديا زي ما قلت كلمتي أن أنا كنت معروف عن أن أنا كوميديان وبهرج وشاغب وحاجات زي كده، ولكني لم أختار أي مشهد إلا إذا كان تراجيدي. قعدت أشتغل 3 سنين في المعهد بتراجيديا لغاية سنة رابعة وأنا بتخرج، فاخترت يبقى مشهد تراجيدي اللي هو هاملت ومشهد كوميدي اللي هو مولير المتحزلقات وطبيب راما. الحقيقة ده اللي خلاني يوصلك الأعمال اللي بعملها حتى دلوقتي، إن أنا ألعب التراجيديا بخفة ظل الكوميديا وألعب الكوميديا بصدق التراجيديا، يعني يبقى الاثنين ممزوجين من بعض. ففي أعمال، وبعدين معظم الأعمال اللي بقدمها زي ما بيسموها البلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء، يبقى فيها تراجيدي وبيبقى فيها كوميدي وفيها رومانسية فيها سياسة حاجة كده.